مده ديال دقيقه وغنكون صلحت الخيمه ديالي. بزاف ديال الناس تيروحوا لاطونت ديالهم كاين اللي تيسمح فيها. فوالا الخوت كيف ما كتشوفوا هي تقريبا الخيمه رجعات حسن من اللي كانت اول مره. البروبليم الخوت غيكون هو اننا الا مشينا تغسلنا هاد لاطونت في لا ماشينا لافي غنخسروها في مره، لان اول حاجه غنضيعوا في صباح النور العائله. كيف ما شفتوا من العنوان في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نهضر لكم على العواد ديال الخيمه، وبحال ديما غادي نشارك معكم المعلومات بواحد الطريقه منظمه. في الاول غادي نهضر لكم على هاد العواد، الانواع ديالهم، شكون هما اللي مزيانين شكون هما اللي ما مزيانينش، شحال الاثمنه ديالهم. وفي الجزء الثاني ديال الفيديو غادي نوريكم الطريقه اللي تبدلوا بها العواد ديالكم في حاله تهرسوا او لا تبدلوا فيها الخيط، وفي نفس الوقت غادي نصلح الخيمه ديالي قدامكم باش نتوما تستافدوا. وفي الاخر ديال لا فيديو غادي نوريكم كيفاش تغسلوا الخيمه ديالكم باش تحافظوا عليها. راكم عارفين الخوت، الخيمه الا مشيتو تصبنتوها بلا ماشين لافي او لا ما عرفتوش تصبنوها غتضيعوا في لامبيرميابيليتي وغتضيعوا في داك ليزوثيرميك، داك الدفء اللي فيها، وغتولي لاطونت عندكم غير داكور. خوت على بركه الله قبل ما نبداو لا فيديو، الناس اللي كيتيقوا في المنتوج ما تنساوش لايك وكومونتير باش يطلع الفيديو وتموتيفاو، والناس اللي اول مره غادي يتفرجوا ما تنساوش تخليو سبسكرايب منين تفرجوا في الفيديو كامل وتستافدوا وتحلوا المشاكل ديالكم. لا تراجعوا ولا استسلام. على بركه الله الخوت نبداو الموضوع ديالنا. بالنسبه للعواد ديال لاطونت كاينين ثلاثه ديال الانواع، كاين النوع الاول اللي هو الومنيوم، النوع الثاني اللي هو من الكربون، النوع الثالث اللي هو من الفيبر دو فير او للالياف الزجاجيه كيف ما كنقولوا. النوع اللي كيتباع عندنا في المغرب بزاف هو الفيبر دو فير، كيف ما هادو اللي كتشوفوا قدامكم، هادو دوك لي طونك العاديين كيف ما غتشوفوا في الصوره اللي كيديروا بثمن 200 250 درهم. هاد العواد اللي عندي هنايا هما مهرسين، هما العواد ديال ام اش 100 غري اللي كتباع في ديكارتون 399 درهم. وهادو اللي قدامي العواد ديال لاطون ديال فريش اند بلاك، كيف ما قلت لكم ثلاثه هما فيبر دو فير، لان ما كيتباعش عندنا شي برودوي ديال الالومنيوم قليل بزاف، حيت راكم عارفين القدره الشرائيه ديال المغاربه طايحه واحد شويه. وهادو كيتباعوا مع لي برودوي اللي كيف ما كنسميهم هما دي برودوي دابيل ولا دونتري دو غام، كيف ما قراني واحد الاستاذ الله يجازيه بخير، نعطيه التحيه من هاد المنبر، سي حسن الازواوي كنقرا ليا في الاجازه. هادو لي برودوي اللي كيبيعهم ليك في الاول كتكون انت باقي طالب ولا باقي يلاه مبتدئ يلاه كتجرب، منين كتجرب من بعد كتولي عندك القدره الشرائيه كتخدم، كتولي باغي شي حاجه اللي هي مزيانه عليها عاد كتبدا تشري دوك لي زاكسون الاخرين ولا دوك لي برودوي الاخرين. عليها الخوت اللي كيتباعوا لينا في المغرب لسوء الحظ هما غير لي زارسو العاديين ديال الفيبروبشي كيف ما قلت لكم ديال 250 درهم، هادو ديال 399 درهم، وهادو ديال 499 ديال لي طون ديال 499 درهم. اما الثمن ديالهم الخوت الا بغيتو تشريوهم مثلا من ديكاتلون كانوا كان الثمن ديالهم 69 درهم، ولكن ملي قلت ما بقاوش في ستوك كامل، تقدروا تشوبيهم من الانترنت. الثمن كيبدا ابتداء من 60 70 درهم حتى 100 درهم 150 على حساب. هادو بالنسبه اللي هضرت لكم على الفيبر دو فير، وتا السمكه ديالهم تتختلف كيف ما كتشوفوا. هادو ديال لي طونط اللي هما عاديين ها هما، فوالا ها هما لي طونط اللي هما عاديين، ومادو ديال 299 درهم. هادو لا طونط ديال الخيمه ديالي كيف ما كتشوفوا، السمكه ديالهم رقاق وكيف ما كتلاحظوا دغيا كيتهرسوا. الفيبر دو فير معروف دغيا كيتهرس. كاين واحد النوع الثاني ديال هاد الام اش غري تتكون ديمونسيون ديالو غلط، الا جينا نقارنوهم بجوج كنلقاو هادو قاصحين على هادو. وعاد كاينين ديال الفريش اند بلاك، هادو عاوتاني منين كنقارنوهم مع هادو كنلقاو كاين واحد الفرق في لي ديمونسيون. واللي ديسبونيبل كاينين في المغرب دابا حاليا هما ديال الالومنيوم، كاينين غير تاهوما ديال لونطري دو غام اللي كيديرو 259 درهم. كنت ديجا شفتهم ملي كنت في ديكاتلون فاس، الناس اللي تبعو معايا المغامرة، ولكن الصراحة ما كانوش عندي الإمكانيات وقلت تنمشي نبحث ونقلب مزيان، ومنين بحثت غنرجع لدوك العواد إن شاء الله، وغادي نشري واحد لاطونت اللي إن شاء الله غادي نهضر عليها في المستقبل ونركب ليها دوك العواد إن شاء الله بحول الله، حيت هادوك هما ديال السيرفيو اللي كيستحملو الرياح وما يتهرسوش ليك. بالاخص انا باغي نضرب واحد الطراجي اللي هو برا المغرب،
فهادو غير ديال اضرب بهم طرازي يقدروا يخسروا ليك. المشكل ديال هادو شنو هو؟ هو في داك الاستعمال المتتابع اللي كنقولوا ليه المتردد، تيخسروا ليك. هادو ديال كتستعملهم في الصيف، كتستعملهم كتسافر مثلا 14 يوم وكتعاوتاني مر 4 شهور اخرى عاد كتسافر 14 يوم، يعني الخيمه كتحل لك شهر في العام وما كديبلاصاش بزاف. اما الا كنتي غديبلاصا فخاصك ديال الالومنيوم اولا ديال الكربون، واللي الا بغيتو تشوبيهم فالثمن كيبدا من 150 درهم حتى ل 500 درهم. اما بالنسبه للاستيك فكيدير الثمن ديالو في ديكاتلون كيدير 49 درهم، وتقدروا تشريو لاستيك عادي بدرهم ونص للمتر اولا ديال 3 دراهم للمتر وتركبوه. غير هاد لاستيك تيكون براتيك بزاف في التركاب، وهادشي اللي غتشوفوا دابا ملي غندوز لافاز ديال الاصلاح ديال لي طونط. وراه كيف ما قلت لكم ما نصلحش غير خيمه واحده، غنحاول نصلح هاد الخيمات كاملين ونصلح الخيمه ديالي، ومن بعد ملي غنصلح الخيمات والعواد ونوريكم الطريقه، هنا غنحاول ندير واحد الاختراع لان عجبوني هاد العواد ديال الفريش اند بلاك وما كرهتش نشونجي نصايب العواد ديالي، ومن بعد نشونجي هاد العواد الى خدموا ليا يكونوا احسن، حيت كيف ما قلت لكم راه بلو سوليد. كيف ما قلت لكم دابا ما غنحتاج والو. على بركه الله الخوت دابا نبداو في المشاكل والاصلاحات. المشكل الاول هي في حاله تقطع لكم الخيط ديال لاطون وبغيتو تبدلوه، اول حاجه كديروا ما غيكون خاصكم في هاد ليطاب والو، غيكون خاصكم سكوتش مقص والعواد ديالكم، وغيكون خاصكم الخيوطه اللي تقطعوا. العمليه سهله بزاف. الاولى كنجيو للراس ديال العواد تنحيدوه، تلقاو هنا لاصق وما لاصقش بشي حاجه، كيلصقوه واقيلا غير بواحد البلاستيك ولا شي لعبه، حنا غنعوضوه بمسكه شوينغوم. ها هما العواد كنشدو هادي كنحاولوا نقطعوه من الراس كنطلقوه. انتوما كيف ما كتشوفوا كيتحيدوا بسلاسه، وتا في البارتي ملي كتبغي تردهم علاش زوينه تاخد خيوطه ديال الخيمه اللي مصايبين ليها، لانهم تيكونوا قاصحين. انت ملي كتبغي تدخلهم ما كتعذبش كيف ما غتشوفوا، غتاخد ليا ما كاملاش مده ديال دقيقه وغنكون صلحت الخيمه ديالي. بزاف ديال الناس تيلوحوا لاطون ديالهم، كاين اللي تيسمح فيها، كاين اللي تيبقى يقلب ليها على شي عواد يكونوا مصايبين جداد، وهي كل مشكل عنده حل. انا بالنسبه للمشكل اللي كان وقع ليا لاطون ديالي تالاخر وغتفهموا علاش ما كانش عندي مشكل انا غير في الخيط. نحاولوا كل راس ديال العود نجيبوه مع هاد البارتي اللي ديال النحاس، وكنبداو العائله. انتما كتشوفوا لي طاب سهله بزاف، وسطها عاوتاني كتخشي جوج. الا بغيتوا تزيدوا تاكدوا كتزيدوا عقدات اخرين في نفس العقده باش كتضمنوا انه ما غيدخلش في ديك التقبه اللي كتكون في العود. فوالا ها نتوما كيف ما كتشوفوا انا نجبدو فوالا، ها هو راه مجبد الخوت. دابا كنرد له هاد البارتي ديالو. كيف ما كتشوفوا هما ولاو عندنا دي زارسون اللي هما جداد ونقدروا نستعملوهم. بالنسبه للمشكل الثاني اللي تيكون مشكل بحال هذا اللي كان وقع ليا الخيمات الاولين واشهاد يا تاريخ بحال هاد الخيمه سافرت حتى لكوت ديفوار، هادو الخدمه ديالهم سهله بزاف. دوروا عليهم بسكوتش، هادي الا كنتو في حاله في شي طبيعه ولا في شي خلا، الا تقدروا عاوتاني تشريو واحد اللعيبه اللي كدير 6 دولار اللي هي خاصه بهاد الانواع ديال الاعطاب، كيديوها معاهم لي باك باكر بالاخص الناس اللي طالعين الافريست ولا طالعين لدوك البلايص اللي هما قاصحين. هذا الخدمه ديالو الخوت فريمون ساهله ديال بصح. وانا ننصحكم البلايص اللي تيكونوا في الخيمه في الراس ديما ديروا لهم سكوتش، واخا تشريو لاطون جديده راه كاينين دي طونط بحال فريش اند بلاك اللي تندير عليه ريفيو. هاد الحومه راه مديورين غير على وداك الراس ديال الخيمه باش ما تهرش ليكم، وبالاخص هادو ديال الخيمه اللي قلت لكم ديال 299 درهم ما قاصحينش. فوال انا قاديتها الخوت غير من الراس ديالها، ها هي تقادات كامله. عادي الا بغيت نزيد نقادها فراني غندور عليها كامله. هادي بالنسبه للديباناج.
مشيت الخوت قلبت على جميع انواع ديال الديباناج، راكم عارفين بالاخص ملي نكون مسافر برا المغرب غنحتاج هادشي ديال بصح. دابا غندوزو لاطون ديالي اللي قلت لكم كنوقع ليا عندي مشكل فيها ملي كنت مسافر لتازا. المشكل اللي كنوقع ليا مختلف على المشاكل اللي كاينين هنايا. السكو كان تهرس ليا طرف من العود، تهرس ليا وسط هاد الحديده، وما كنتش عارف السيستم مزيان ديال التركاب ديال الخيوطه وديال العواد، وخفت انني نحلها ونبقى نضرب في هذا باش نبغي نهرسها نصدق بلا لاطونت بلا والو. قلت انا نرجع للدار ونقلب مزيان سير انترنت. دابا كتبان لي الخدمه صراحه اللي كانت خدمه سهله. نحيدوا هذا، عندنا واحد العقده صغيره نشدوها. سير الله يا ميسر يا ميسر. كانوا بزاف الناس صرحوا عليا انني بلقاط ونحاول نهرسها. كيف ما كتشوفوا جبدات بسهوله بمقص. هذه هي البارتي ديال الخوت اللي كندخل. المهم الخوت كيف ما كتشوفوا دابا غنكملوا الدوزيام بارتي ديال الفيديو ديالنا. الخشيرة اللي درت العائله هو انني بدلت شويه ديال العواد اللي كانوا ديال فريش اند بلاك، وجبتهم تقريبا عبار مع هادو اللي كانوا ديال ام اش جري. راكم شتو وما غلط منهم وصح منهم، وفي نفس الوقت راكم عارفين ضروري خصني شي خيمه اللي هي مزيانه سيرتو في الطراجيات ديال الثلج باش ما يتعاودش نفس البروبليم، وضروري غندي معايا شي عواد. دابا الخوت قبل ما نغسلوا لاطونت نجربوا العواد ديالنا واش كلشي امار واش داكشي بزاف. سبحان الله لاطونت توسخات بزاف. فوالا الخوت كيف ما كتشوفوا هي تقريبا الخيمه رجعات حسن من اللي كانت اول مره، وفي نفس الوقت خديت التجربه، وديما فيما كيطرى شي مشكل الحمد لله تنستافد منه وتنحاول نبارطاجي معاكم باش نتوما ما تطيحوش في نفس المشكل. هاهي لاطون ديالنا. دابا غنبداو عمليه ديال الغسيل والنيتواياج. اول نيتواياج اللي كنديروه في الطبيعه البروبليم الخوت غيكون هو اننا الا مشينا تغسلنا هاد لاطونت في لا ماشينا لافي غنخسروها في مره، لان اول حاجه غنضيعوا في كيف ما قلت لكم غنضيعوا في ديك ليزوتيرميك داك الدفء اللي كتوفروا لنا الخيمه، بالاخص ملي نكونوا مطريبين في هاد لي بيريود ديال الثلج وديال الشتاء، ونقدروا نضيعوا حتى في لامبيرميابيليتي تولي كتدخل لكم الشتاء. دابا صامخت. دابا في ليطاب ديال الغسيل الخوش اول حاجه غنديرو شويه ديال الماء شويه ديال التيد ومن الاحسن الصابون، وغنديروه في لاطون بحال هكا كيف ما غنوريكم، وغنخليه واحد المده ديال ربع ساعه بيد ما داك الشيء ترقد نقدروا ديك الساعه نمسحوا ليطاج ترونكيلمون. المهم الخوت بعد ما خليت لاطون ديالي فازك المده ديال 15 دقيقه مع الماء والصابون رجعت لتحت كيف ما كتشوفوا تقريبا ولات جديده، واخا المشكله الخوت الابيض كيشد الوسخ بزاف. هادشي اللي كاين خدات لي تقريبا واحد 30 دقيقه. دابا بقات ايطاب وحده باش ما يتهرسوش لينا العواده ولا يرشاو. ودابا لا فامي نخليوها تتنشف. هادشي اللي كاين كانت هادي الحلقه ديالنا، نتمنى تكونوا استفدتوا معايا من المعلومات اللي شاركت معاكم. لا شارك